من رفح معنا مراسل العربي أحمد البطة. أحمد، الأنظار تتوجه نحو رفح مع الأخبار التي تنذر بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة هناك. ما أبرز القصص والمعطيات التي ترصدها أحمد؟ بالفعل، ونبدأ من آخر التحديثات الميدانية هنا على الأقل في مدينة رفح. آخر الغارات كانت باستهداف منزل شمال المدينة، أدى لاستشهاد مواطن وعدد من الجرحى، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح. وهذه الغارة هي ضمن سلسلة غارات كانت قد استهدفت المحافظات المختلفة، سواء غارة أخيرة كانت في المحافظة الوسطى وغارات لمدينة خان يونس، وقصف مدفعي لم يتوقف. سمعنا دويه على مدار الساعات الماضية وخلال الليلة الماضية، وتركز في المناطق الغربية لخان يونس والمناطق الجنوبية الشرقية والفاصلة ما بين مدينة رفح وخان يونس. هذه الغارة على رفح تأتي ضمن رفع وتيرة الاستهدافات والقصف الذي يطاول أحياء المدينة بأكملها، والذي تقريبا حصد أرواح أكثر من 80 شهيدا في الأسبوع الأخير. شهدنا يوم أمس في يوم واحد فقط 42 شهيدا في استهدافات لمنازل وسيارات مدنية. كل ذلك يحدث أمام استمرار التلويح الإسرائيلي بالاجتياح العسكري أو حتى بتوسيع العملية العسكرية تجاه هذه المدينة، وأيضا أمام استمرار البيانات التي تحذر وتنذر من هذه الخطوة التي ستفجر وستزيد الأزمة.